في إطار عرض ما تم تنفيذه من برامج سابقة للأفواج الكشفية وتقييمها من أجل تقديم أفضل نشاطاتها الإنسانية والتوعوية والتطوعية، عقد في مقر بلدية الغريف المؤتمر السنوي لمفوضية وادي الحياة للكشافة والمرشدات بحضور عدد من أعيان الغريف وجمع غفير من منتسبي الحركة الكشفية في داخل المنطقة وخارجها. المؤتمر السنوي لمفوضية وادي الحياة للكشافة والمرشدات، هذا المؤتمر اللي ينعقد لتجسيد سياسات الحركة الكشفية، وكذلك هذا المؤتمر ينعقد سنويا لرسم الخطط الكفيلة وعرض التقارير القطاعات خلال حصيلة العام الماضي. لتحقيق أفضل نشاطات الحلقات الكشفية، ناقشت كل حلقة فيما بينها عدة أمور تتعلق بتحسين العمل الكشفي وتقديم مقترحات جديدة وهادفة تتماشى مع خطط العام القادم. ومن بين المقترحات حلقة الأشبال تأسيس فرقة نحاسية للمفوضية تهتم بالأناشيد الكشفية. الفترة المسائية طبعا يتم اجتماع كل على حدة لجميع الحلقات، يناقشوا فيه ماذا يعملون في السنة القادمة من خطط ومقترحات تبوب وتجدول لكي توضع في المنهاج السنوي لفرق الأشبال ولإخراج جيل جيد. توالت الكلمات التي تحدثت عن تأسيس الحركة الكشفية في مطلع السبعينات على يد المرحوم بشير الحويلط كأول فرقة ازدهرت في الغريفة، وشهد المؤتمر عرض تقرير مرئي يوضح أنشطة كل فوج على حدة مقارنة بالمصروفات المالية وتوزيع شهائد شكر وتوسيم قادة لمن بذلوا جهودا مضاعفة في نجاح سير الأنشطة الكشفية.